السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد الخاص بقناة شروحات نت. قبل أن نبدأ الدرس لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ادعمونا بزر اللايك، حاولوا توصلون الفيديو هذا على الأقل 200 لايك مع الاشتراك في القناة إن استفدتوا من هذا الدرس. إذا كما هو موضح في عنوان الفيديو وأيضا في الصورة المصغرة، بإذن الله سوف أقوم اليوم بشرح كيفية وطريقة تمرير التحديثات الجديدة التي تصدر من شركة جيون في جميع أجهزة جيون ميني. نذكر على سبيل المثال الجهاز الذي لدي الآن، جهاز جيون جي آن سي إكس 200 ميني أش دي بلاتينوم، جهاز جيون جي آن مامو، جيون جي آن أر أس ويك ميني أش دي بليس، جيون جي آن سي إكس 200 ميني أش دي بليس، وغيرها من أجهزة جيون الحاملة لسيرفر فانكام الشهير. إذا راح تلقاو في الدرس الموجود في الوصف أسفل الفيديو، موجود بالعربي وموجود بالإنجليزي، راح تلقاو فيه جميع تفاصيل أجهزة جيون ميني وكيفية تمرير التحديثات في جميع أجهزة الاستقبال جيون. أيضا راح تلقاو أهمية تمرير التحديث الجديد في جهاز الاستقبال، نصائح جد مهمة قبل أن تقوم بتمرير التحديث. والآن بدون إطالة ننتقل إلى كيفية وطريقة تمرير ملف التحديث، وأيضا سوف أقوم بشرح في هذا الفيديو كيفية وطريقة تمرير ملف القنوات في أجهزة جيون ميني الحاملة لسيرفر فونكام الظاهرة أمامكم في الصورة الآن. إذا أول شيء بعد صدور التحديث الجديد تقوم بتحميله من الموقع الخاص بي، راني ضغط لكم رابط الموقع الخاص بي في الوصف، ثم تقوم بفك الضغط عليه وإرساله مباشرة إلى فلاش ديسك أو فلاش إي إس بي. تقوم بوضع الفلاشة في منفذ إي إس بي، سوف أقوم بوضع الفلاشة في منفذ إي إس بي ثم نعود إليكم. إذا بعد أن قمنا بوضع الفلاشة نتجه مباشرة إلى الميني بالضغط على هذا الزر، زر الميني الموجود هنا، نقوم بالدخول إلى الميني كما ترون، ثم تأكدوا من أن تقوموا بتغيير لغة إلى اللغة الفرنسية، بعدها تقوم بالدخول إلى إكسبانسيون، ثم نقوم باختيار الخيار الأول ميني إي إس بي. ميني إي إس بي سوف يدخلنا مباشرة إلى الفلاشة الذي قمنا بإرسال ملف التحديث إليها وأيضا ملف القنوات. بعد الدخول إلى الفلاشة مباشرة تبحث عن ملف التحديث الأخير الخاص بجهازك الذي قمت بإرساله إلى فلاش ديسك. كما ترون التحديث هنا إكسبانسيون الخاصة به هي بي إي إن. مباشرة نتوجه إلى التحديث الخاص بنا ثم نقوم بالضغط على أوكي. هنا يطلب منك تأكيد العملية باختيار وي، نقوم باختيار نعم أو وي، ثم نقوم بتمرير ملف التحديث. كما ترون هنا يخبرنا ألا تقوموا بإطفاء الجهاز لكي لا تقعوا في مشاكل البوت، يعني إذا انطفأ الجهاز أو انقطعت الكهرباء مثلا سوف يحدث مشاكل في الجهاز لا قدر الله. بعد اكتمال تمرير التحديث سوف يطفئ الجهاز مباشرة ثم يعاد تشغيله تلقائيا. إذا ننتظر إعادة اشتغال الجهاز من جديد ثم نكمل الشرح الخاص بنا. بعد اشتغال الجهاز الآن نتوجه إلى الخطوة الثانية من تمرير التحديث، وهي التأكد من أن التحديث الخاص به قد تم تمريره بنجاح. طريقة بسيطة جدا، أول شيء نقوم بالدخول إلى الميني ثم نتوجه إلى ريغلاج سيستم يعني إعدادات النظام، ثم نقوم بالنزول إلى آخر خيار إيطا دو أس تي بي معلومات الجهاز إيطا دو أس تي بي. إذا هنا سوف تجدون اسم الجهاز الخاص بكم، التحديث الأخير للجهاز، تاريخ إصدار الجهاز، وأيضا الرقم السري الخاص بجهازكم. كل هذه المعلومات راح تلقاوها في هذه الخاصية إيطا دو أس تي بي. كل المعلومات راح تلقاوها في هذه الخاصية إيطا دو أس تي بي، ومن هنا تستطيعون معرفة نوع الواي فاي الخاص بكم. ما هو هنا واي فاي تيب، هذا هو النوع الخاص به. اذا انا قمت بهذه العمليه من خلال جهازي جيون جي ان سي اكس 200 ميني اتش دي بلاتينوم. نفس الطريقه تتبعونها عند ظهور تحديث جديد، تقومون بتمرير نفس الخطوات في اي جهاز ميني خاص بكم، في اي جهاز جيون ميني خاص بكم. الان بعد ان قمنا بتمرير التحديث نتوجه الى الخطوه الثانيه، وهي كيفيه تمرير ملف قنوات جاهز لهذا الجهاز. كل ملفات القنوات الخاصه باجهزه جيون ميني راح تلقاها في الموقع الخاص بي، فقط قوموا بكتابه اسم الجهاز الخاص بكم باللغه الفرنسيه في بحث الموقع، راح تلقاو ملف القنوات، تلقاو اخر تحديث للجهاز، وايضا راح تلقاو الدامب الاصلي للجهاز. كل هذه التفاصيل راح موجوده في الموقع الخاص بي. نفس خطوات تمرير التحديث هي نفس خطوات تمرير ملف القنوات. أنصحكم فقط قبل أن تقوموا بتمرير ملف قنوات قوموا بحفظ ملف قنواتكم القديم، يعني إذا لم يعجبكم ملف القنوات الجديد بإمكانكم استعادة ملف القنوات القديم بنفس الطريقة. لحفظ ملف قنواتكم كل ما عليكم الضغط على هذا الزر، الزر الأصفر الموجود في الريموت، ها هو هنا موجود زر أصفر، تقومون بالضغط عليه ثم تختارون upload data معناه تحميل
كل معلومات الجهاز ومنها تحميل ملف قنوات الجهاز الخاص بكم. نقوم هنا بالضغط على اوكي، ثم تقوم باختيار وي لتأكيد العملية. بهذه الطريقة يتم حفظ ملف قنواتكم القديم بنفس الترتيب ونفس الأقمار. إذا لم يعجبكم ملف القنوات الجديد بإمكانكم إعادة تمرير ملف القنوات القديم. طريقة وكيفية تمرير ملف قنوات جديد: الدخول إلى إكسبانسيو، الدخول إلى الميني، ثم التوجه إلى إكسبانسيو، ثم ميني ESP. بعدها تقوم بالتوجه إلى ملف القنوات الذي قمت بتحميله من الموقع الخاص بي وإرساله إلى فلاش ديسك، تقوم بتسميته كما تشاء، ثم تقوم بتمريره بالضغط على أوكي، ثم تأكيد العملية بالضغط على وي. بهذه الطريقة هكذا مشاهدينا الكرام قمنا بتمرير ملف قنواتنا الجديد. إذا لم يعجبكم بإمكانكم استعادة ملف قنواتكم القديم بنفس الطريقة. لا أستطيع أن أريكم يعني ترتيب القنوات لكي لا أقع في مخالفات مع اليوتيوب، اليوتيوب أصبح صارم جدا في هذه الأمارات. إذا هذه طريقة تمرير التحديث وأيضا طريقة تمرير ملف قنوات في أجهزة جيو ميني الحاملة لسيرفر فونكام. أتمنى أن يكون الدرس قد أفاد الجميع. لا تنسوا عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وشكرا.